برحب بحضراتكم من جديد. الصراحة من بداية القضية الفلسطينية وبنشوف أنه سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول تحط اسم مصر في جملة مفيدة، أنه إسرائيل وهي بتدافع عن نفسها قدام محكمة العدل الدولية تقول ده مصر هي اللي منعت دخول المساعدات، ويطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول أنه هو اللي أقنع الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه هو يفتح معبر رفح أو يسمح بدخول المساعدات من الجانب المصري، وكأن فيديوهات تكدس الشاحنات مش موجودة، وكأن مفيش حد خالص راح عند رفح المصرية وشاف المعبر مقفول من الجانب الإسرائيلي، وأنه دايما طول الوقت من بداية الأزمة لحد النهاردة المعبر مفتوح والشاحنات مستنية دورها أن هي تدخل، وكأن العالم ما شافش تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو بيقول أن احنا بنسمح بدخول الحد الأدنى للمساعدات وأن في تعنت من الجانب الإسرائيلي بس لضمان الحياة في قطاع غزة، وأنه ما تبقاش بس أعمال إدانة جماعية، وكأن في نوع من أنواع الساتر أو الدافع أو الدفاع على نفسهم أو الدفاع عن نفسهم أن احنا بنسمح بدخول المساعدات اللي تخلي بس أهالي قطاع غزة على قيد الحياة، وكأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أو رئيس الوزراء المصري ما عملش بيان صحفي في رفح ووراء المعبر مفتوح من الجانب المصري. لكن لسه بنشوف لحد دلوقتي محاولات الزج باسم مصر في جملة مفيدة والدخول في صراع مش موجود أصلا مع مصر، وإن احنا نحاول نقول إن مصر هي الغلطانة وإلقاء اللوم، ويطلع الهيئة العامة للاستعلامات ترد وتقول إنه الأبواب مفتوحة من اليوم الأول، ويطلع بيان من وزارة الخارجية أو بيان من الرئاسة يقول إنه أبوابنا مفتوحة من الباب من اليوم الأول وإنه التعنت مش من الجانب المصري. ده يوصلنا للخبر اللي معانا دلوقتي. أكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمعبر أبوابه مفتوحة لم تغلق، حيث تسابقت الجهود الإنسانية ودفعت بشاحنات تنقل مساعدات من مصر ودول أخرى قادمة من دول عربية وأجنبية أخرى عبر مطار وميناء العريش. عايزين نعرف تفاصيل أكتر وتوضيحات أكتر لهذا التصريح وهذا البيان. معنا على الهاتف دكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء. يا دكتور صباح الخير. صباح الخير عليك يا أستاذتنا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. بنرحب بحضرتك، وفي البداية قبل ما نسأل حضرتك أي سؤال خلينا نوجه كامل التحية وكامل الشكر لجهود حضرتك وجهودكم كلكم في الهلال الأحمر المصري، وعلى الجانب الآخر الهلال الأحمر الفلسطيني. أنتم من تبقون أهالينا في غزة على التواصل وتبقوهم على قيد الحياة، ونشكر كل مجهوداتكم من اليوم الأول لحد دلوقتي. وخليني على ضوء هذا التصريح أسأل حضرتك حجم المساعدات اللي دخلت من اليوم الأول للأزمة الفلسطينية حتى يومنا هذا. والله يمكن في البداية خليني أستسمحك أشكركم على التقرير اللي عرضتوه، لأنه بالفعل بنلاحظ على مدار الزمن وإنه من بداية من رئيس جمال عبد الناصر ومرورا بالرئيس السادات ورئيس حسني مبارك وانتهاء به في خامس السيد رئيس الجمهورية، اللي بأكد دائما على أنه بالفعل القضية الفلسطينية هي دائما الشغل الشاغل مش للرؤساء بس، ولكن هو لكافة الشعوب والمنظمات المصرية. ويمكن ده تمثل من أول يوم، ويمكن كنا في لقاء سابق معاكم أنه من يوم 8 أكتوبر والصور بتبين أنه من تاني يوم على العدوان احنا بالفعل كنا بنسلم الهلال الأحمر الفلسطيني أول شحنة مساعدات وأدوية غذائية في يوم 8 أكتوبر. ولو بصينا وألقينا نظرة سريعة على الأرقام اللي بتأكد على دخول المساعدات وإنه بالفعل مصر تحملت العبء الأعظم، مش حتى في إن هي بتقوم بإدخال المساعدات وتوصيلها بس، ولكن اللي أنا بستغربه إنه بالفعل كل زيارات اللي حضرتك تفضلت عنها واللي احنا هنعرضها ان شاء الله انه بتاكد على انه الدور العظيم اللي بتقوم به مصر في ايصال المساعدات. ولو بصينا على حسبه بسيطه على الارقام الموجوده بتاكد على انه احنا استقبلنا لا يقل عن 570 طائره عبر مطار العريش الدولي من مختلف دول العالم. تقريبا من 40 دوله، وده برضه رقم يخلينا نقف عنده. إنه من إجمالي دول العالم 40 دولة فقط هي التي استجابت للاستجابة الإنسانية لقطاع غزة. ده رقم يخلينا نبص على إنه العالم لازم يقف مع نفسه وقفة، إنه أنتوا فين من اللي بيحصل
في قطاع غزة، سواء من خلال اتفاقيات جنيف أو من خلال القانون الدولي الإنساني صحيح والمواثيق والعهود الدولية صحيح. و 13 منظمة من منظمات الأمم المتحدة و 14 منظمة دولية. هذا فيما يخص الدول. لو ألقينا نظرة على الأوزان والأطنان اللي دخلت لقطاع غزة، سنجد أنه من خلال الأوزان الجوية دخل حوالي 18,000 طن، والأوزان البحرية حوالي 40,000 طن، ومن خلال المنظمات عبر أنفاق أحياء مصر. بس في فرق ما بين دخل وما بين وصل لأهالينا في غزة، يعني في فرق ما بين أنه دخل أو عبر من المعبر وأنه فعلا أهالينا في غزة بيستفادوا من هذه الأدوية أو نعم من هذه نعم الأطعمة، صحيح؟ ده حقيقي. طب يا دكتور، عايز حضرتك تكلمنا كمان وتقول لنا ايه رد حضرتك على ما يدعيه الرئيس الامريكي جو بايدن اللي قال وتحدث عن ان مصر هي من تحجب المساعدات الانسانيه، وانا مش فاهم ازاي الحقيقه، لكن على كل حال دي تصريحاته، وعايزين بقى رد من حضرتك على هذه التصريحات. والله يمكن خلينا نقول دايما انه مصر عامل زي النخله اللي الناس بتحذفها بالطوب وهي بتحذفهم بالثمار، ودايما الانسان الكبير هو اللي بيتعرض للساق التهم فيه لانه هو كبير. صحيح. فمصر من يومها وهي كبيره، ويمكن احنا يعني انا بستغرب انه كل الزيارات اللي بتتم ومن ضمنها زياره وزير خارجيه بريطانيا وزياره اعضاء مجلس الشيوخ الامريكيين اللي شافوا المساعدات الموجوده وشافوا المرفوضات اللي بترفضها اسرائيل واطلعوا عليها وابدوا يعني استغراضهم من المبررات الرفض للمساعدات اللي بتترفض من خلال معبر العوج ومعبر كرم ابو سالم. فانا اعتقد انه مصر تحملت حاجتين، تحملت عبء ادخال المساعدات نيابه عن العالم اجمع الى قطاع غزه، وكمان ان هي الدوله الاكبر في ادخال المساعدات بالاوزان والاطنان والشاحنات الى قطاع غزه. فهذا ما انا اعتقد انه هذا ما يبرر انه دائما الانسان اللي بيتصدى للمشكله ان الناس بتحاول تلتقط التهم به لعجزهم ان هم يعملوا زيه. صحيح. طيب يا دكتور، خليني اسال حضرتك، الوضع دلوقتي عند المعبر عامل ازاي؟ يعني هل لسه في شاحنات منتظره الدخول؟ او كلمني عن دور الهلال الاحمر المصري في الوقت الحالي لمساعده اهالينا في غزه. يمكن احنا بنستقبل المساعدات عبر ثلاث محاور كما ذكرت معك في لقاء سابق، عبر الجو وعبر البحر وعبر البر. هذا بالاضافه الى ان احنا تقريبا بنستجيب او عندنا اكثر من 18 نقطة استجابة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين، سواء العالقين الموجودين داخل محافظة شمال سيناء أو داخل المستشفيات وأماكن الاستشفاء اللي وفرتها الدولة. لو ألقينا نظرة على معبر رفح أو على الطريق اللي بيربط ما بين مدينة العريش إلى معبر رفح، سنجد آلاف الشاحنات الجاهزة للدخول الى معبر رفح، ويمكن ده اكدناه من اول يوم للامين العام للامم المتحده جوتيريش واخرهم لزياره وفد مجلس الشيوخ الامريكي ووفد من الوكاله الامريكيه، انه احنا جاهزين يوميا زي قبل يوم 7 اكتوبر ندخل 500 شحنه يوميا. ولكن تقف العطله في التعنت الاسرائيلي الغير مبرر. ما هو ده بقى يا دكتور هياخدنا للسؤال اللي انا عايز اساله حضرتك دلوقتي، ايه هي بقى العقبات اللي بتواجهكم وبتواجه عملكم في المعبر الان؟ واحنا دلوقتي عايزين برضو نحط الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا في الوضع عشان يبقوا فاهمين ايه اللي بيجرى الان في معبر رفح. هو اللي بيتم لو خدنا الساده المشاهدين في موقف يومي اللي بيحصل، انه الشاحنات بتبقى موجوده بتدخل على التفتيش عبر بوابه التفتيش المصريه الاكس راي، اللي انا مش شايف مبرر ان هم احنا بنعمل اكس راي وهم ثاني يعملوا اكس راي ثاني، اللي هي الشاحنات بتدخل عبر التفتيش الالكتروني. ومن ثم بتبقى عندنا الشاحنات جاهزه قدام معبر رفح لا يقل عن 500 شاحن،
ويتولى الشباب الهلال الأحمر مع الجهات المعنية إدخال هذه الشاحنات وللتفتيش عبر معبر العوجي 100 كيلو ذهابا و100 كيلو عودة ومعبر كرم وبسالم ومن ثم دخولها عبر معبر رفح. هنا بيحصل التعمد في نقطة معبر العوجة، هنا بيحصل التعمد في معبر نتسانة عند الجانب الإسرائيلي. طب والحاجة دي بتوصل يا دكتور لأهالينا زي ما مونيكا كان بتسأل حضرتك دلوقتي، ولا الكمية كلها بتخش لكن في جزء بيوصل وجزء ما بيوصلش؟ وخلينا نقول إنه الأغلب الحاجات اللي بتدخل للهلال الأحمر الفلسطيني بيتم دخولها، بس هم طبعا بيبقى ليهم إيه الجانب الإسرائيلي بيمنع دخولها في مناطق معينة زي الشمال، زي بعض المناطق اللي هي بتبقى فيها إيه مناطق يعني مناطق حرب يعني. وده احنا ما بندخلش فيه كتير لانه احنا دوركم بيقف لحد رفح المصريه. نعم، بنوصل الهلال الاحمر الفلسطيني وهو من يقوم بادخال او بتوزيعها على الشقائر الفلسطينيين. طيب يا دكتور، احنا سمعنا الفجر عن قصف جديد الناحيه الفلسطينيه، وعايزين حضرتك لو تقدر تطمنا على اهالينا في غزه الوضع دلوقتي عامل ازاي؟ لا، يمكن احنا في اخر اتصال مع شبابنا على المعبر رفح منذ قليل يعني قبل ما يدخل على الهواء، انه بياكدوا انه هم الان بيقوموا بادخال او بتجهيز شاحنات للدخول عبر معبر العوج ومعبر كرم وبسالم للدخول الى الجانب الفلسطيني، ولكن هم احنا بنسمع الضرب وبنتاثر حتى بنشوف الضرب اللي هو على الجانب الفلسطيني، لكن يعني نتمنى السلامه لكافه المناطق و نتمنى انه دول العالم كلها اجمع واسرائيل تحترم اتفاقيات جنيف، لانه بصراحه احنا في وضع، وخصوصا اصدقائنا وزملائنا من الهلال الاحمر الفلسطيني اللي تعرضوا للاستشهاد، تعرضوا للقصف وهم في تاديه اماكن عملهم. صحيح. سيارات الاسعاف الخاصه بالهلال الاحمر الفلسطيني لم تسلم من قصفات الاحتلال، فانا يعني بنطالب باحترام اتفاقيات جنيف، اتفاق احترام القانون الدولي الانساني ومن يدعون أنهم يحترمون هذه المواضيع. صحيح، وأكيد بناخد من كلام حضرتك عن مصر، مصر الكبيرة اللي بتتحدث بالطوب وتحدث بالثمر، وأنه أكيد الزج باسم مصر نتيجة أنه مصر كبيرة وليها سيادة وقوية، وأكيد مش بس مصر شالت العبء في المساعدات أو في أن يروح متطوعين أو أن يبقى في مساعدات مادية، لكنها كمان شالت العبء المعنوي أن احنا كل يوم أفكارنا وأذهاننا ومشاعرنا تتجه ناحية فلسطين وتتجه ناحية القدس وتتجه ناحية كل من يعاني في فلسطين كل يوم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.